الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت بقول لحضرتك مبروك التكريم وتستاهل كل تكريمات الدنيا. الله يخليك، متشكر جدا. يعني التكريم بيبقى مهم بالنسبة للفنان أو لأي إنسان إنه يكرم، يعني ده شيء يفرح ومسؤولية كبيرة على لازم يعني الفنان اللي بيتكرم ده يبقى عند مسؤولية تكريمه ويحاول يبقى عند حسن ظن الناس وجمهوره بيه، ويحاول بقدر الإمكان إنه يقدر يسعد الناس أكثر وأكثر. طبعا حضرتك تاريخ طويل من الموسيقى والإبداع الجميل، سواء في مجال الأغنية، الموسيقى، الموسيقى التصويرية، تترات المسلسلات. لو قلنا هنقعد للصبح نقول يا فندم، تقول إيه عن مشوارك مع الموسيقى والغناء؟ أقول الحمد لله إن ربنا أداني الموهبة دي، إن أنا أقدر أخدم بها مجتمعي وأخدم بها الناس في الوطن العربي كله. شيء جميل، الفن شيء جميل، والموهبة اللي ربنا بيعطيها للفنان ده شيء لا يقدر يعني بأي حاجة في الدنيا غير الحمد. الواحد يحمد ربنا إنه إداله الموهبة. بس كتير من موسيقى حضرتك وصلت للعالمية وبتتعزف في مناسبات كتير. يمكن أتذكر الفرقة الخاصة بالجيش الأمريكي عزفت إحدى مقطوعات حضرتك، فتقول إيه عن ده؟ والله حاجة تشرح القلب وتفرح جدا يعني. والصين كمان، الفرقة في الصين هلاقي أغنية فيها حاجة حلوة. أنا فوجئت والله زي كل الناس يعني، حتى هم ما قالوليش ولا طلبوا مني إن هم يعملوا الأغنية، أنا فوجئت بيها على اليوتيوب فبسطت بيها جدا. حول مادية يا فندم؟ لا بقى واحد بقى عايز يسعد الناس وخلاص بقى، كتر خيرهم يعني. دول ناس جنود يعني ان هم حبوا حاجة زي دي وحاجة مصرية معمولة من مؤلف مصري. دايما بيقول ان العالمية هي الاغراق في المحلية، مش كده يا فندم؟ هو ده الحقيقي، حقيقي الاغراق في المحلية هي اللي توصل للعالمية. والعلم والدراسة والكونسيرفاتوار والطريق أو الطريق الشاق ده مهم جدا أن أي فنان يمشي نحوه، ويعني هو ده اللي يوصل للصح يعني. صحيح. جمهورك في العراق طبعا بيحب حضرتك جدا وبيطالبك بحفلة ضروري في العراق إن شاء الله. من عناية و تحياتي واحترامي وحبي لشعب العراق، وبندعي لهم بكل التوفيق ان شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم، ودايما متألق ودايما مبدع، تمتعنا بكل اعمالك. تحرمش منك، شكرا.